أعتقد أنه حل الدولة الواحدة أفضل مليون مرة من حل الدولتين، عشان ما يكونش في حواجز. إمتى ما بدي أشغل السيارة أنزل على البحر؟ بإسرائيل موجود في عندهم اللي هو الضمان الاجتماعي أو البنسيا اللي بيقدر تقعدني، يكون لنا حق الانتخاب، يكون لنا حق تقرير المصير. الحديث عن دولتين ما في مجال لدولتين نهائي.